الماما كانت تقول إنه الخدم أو الخدمة يلي بيعرفوا يشتغلوا شغلهم هن اللي بيشتغلوا عالسكت، ما منحس بحضورهم، بصير وجودهم خفي invisible. اعتدنا جميعاً على وجود الخدم بكل تفصيل من حياتنا، كما اعتدنا على تأثيرهم بيومياتنا. هالفكرة جسدها المخرج اللبناني ماهر أبي سمرة من خلال مخدومين، الفيلم الوثائقي يلي بيفتح ملف العاملات الأجنبيات بلبنان من بعد ما وصل عددهم للميتين ألف ببلد ما بيتجاوز مجموع سكانه الأربع ملايين. اللي عملته هو أنه حاولت تسلط البروجيكتور، إذا في بروجيكتور عادة بتسلط على وضع العاملات وظروف العاملات، أنا قلبته للبروجيكتور، قررت تحطه علينا. فبالنسبة لإلي هو محاولة للتفتيش على منطق حضورهم هالقد بحياتنا ويصبحوا حاجة. والسؤال إذا تخيلنا بلحظة هيك غمضنا عيوننا وتخيلنا أنه بكرة ما عاد في خدم، شو بيصير؟ يعني شو بيصير؟ مش مشان نقول أنه في كارثة، بس مشان نقول شو يعني خادمة بالبيت، شو عم بيعمل، شو الدور اللي عم نعطيها إياه بحياتنا، اللي هو يمكن كتير في ناس يطلقوا، اللي هو كتير ناس كبار بالعمر يصيروا وضعهم كتير صعب، صارت العاملة هي استبدال، الاستبدال لقضايا أساسية مفروض مبدئياً تكون بحياتنا، أنه الختيار لازم يكون عنده مكان، المرأة لازم يكون عندها بالنسبة يعني الطبيعي أنه بس تولد يكون عندها إجازة فعلية. رسل فيلم على فكرة مكتب للعاملات اللي صورت فيه، وحاولنا ناخد إيقاع حياة الداخلية تبع هذا المكان، وزائد مجموعة من المقابلات اللي أجريت مع نساء بشكل أساسي، لأنه عملياً المرأة هي المسؤولة عن العاملة. بعد جولة على عدة بلدان حصد من خلالها جوائز عديدة، بيعود اليوم مخدومين تينعرض بالمتروبوليس من 9 لغاية 22 شباط. عم بيشارك بكثير من المهرجانات، بس أنه مش محلياً عربياً بالأحرى، هو هلأ بلش، مش من زمان بلش بالعالم العربي، اللي كان أول شيء بدبي، واللي أخذ جائزة بدبي، واللي أخذ جائزة بالأرجنتين جائزتين، واللي أخذ جائزة بميونخ وجائزة ببرلين. وهو فيلم سينما عم بيدور وعم منه عم بحط نهائيات يعني للإشياء، بيفتح أسئلة.